بارك دي برانس، طبعا حديقة الأمراء في العاصمة باريس، سيكون أحد الملاعب المخصصة لاحتضان جملة وعدد من مباريات اليورو 2016. نعم عصام، وسيتم إطلاق مجموعة من المشاريع التطويرية بتكلفة 75 مليون يورو، وسيتضمن ذلك إنشاء منطقة للاستراحة وسقف يغطي الملعب بأكمله. هذه هي الأسماء اللي باش يبدأ بها باريس سان جيرمان المباراة. اليوم التشكيلة تلعب بتكتيك 4-3-3. محاول الهجوم، هذه كرة مهمة جدا يحرص مكتب السكور، كرة ممتازة، فرصة وهدف. ما فماش أحلى من طريقة مثل هذه، المحاولة الأولى تساوي الجول. هدف من شيرون يولع المباراة، هدف الدقيقة الثانية. أوه، قد يكون لدينا فرصة هنا، فرصة لا تعوض، إنه فاول في مكان قريب جدا. مخالفة في موقع خطير والحكم يوجه ورقة صفراء. كرة تمشي قدام واعتراض جميل. هو الدفاع لا زال متماسك. حذاري لعلها الفرصة. يحتاج ديما الكرة خاصة. تسديد على المرمى. كرة بعيدة عن الخشبات الثلاث. صحيح، يا لها من مهارة، فعل الأشياء الصعبة وحينما أتى الشيء السهل أخفق فيه. يتحكم بالكرة بشكل جيد على أرض الملعب. كرة كانت ممتازة، نقل كرة جميل. كرة تمشي باتجاه الحارس. كرة تعود باليدين من التماس. دي ماريا المدافع يتألق، حقيقة هو رجل مباراة الليلة. ماركو فيراتي، صناعة لعب والكرة تضيع. أوه، تمريرة ولا أروع. ماركو فيراتي، ضربة في اتجاه المرمى، محاولة تضيع. كان بناء جيد جدا للكرة الأخيرة ولكن فقدوا الكرة في النهاية. جوليان دراكسلر. ها هم يحصلون على الكرة مجددا، كيف سيقلبون الأحداث الآن؟ كرة في الرواق، تياغو موتا. كرة بعيدة وستعود من 6 أمتار. جوليان دراكسلر. قلة التركيز تكلفنا مخالفة في بداية المباراة. كرة تخرج تماس. سلسلة من المراوغات يمر حتى يوصل منطقة جيدة للتسديد.
رؤية وتمركز رائعين من اللاعب لاعتراض الكرة وافتكاكها. قل التركيز، أول مباراة وضربة مخالفة في مكان صعب. ماركو فيراتي، أكيد الهجمة واعدة. دي ماريا، اعتراض جيد للكرة، والآن البناء الهجومي. من هذه المسافة يحاول يسجل جول. خذ وقته في التسديد لكن لم يوافق في التسييم. يا الله، ما كان يحول بينه وبين الهدف سوى الحارس، ولكنه لم يستطع أن يرسم البسمة على شفاه الجماهير. فرصة كبيرة للتعادل، هدف التعادل الفريق لقل حظ. جول 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 عالمي، الفريق يرفض أن يستسلم ويلعب لآخر وقت بكبرياء ولتاريخه. ماركو فيراتي، إديسون كافاني، لازال الانطلاق بالكرة إلى الأمام، مسافة طويلة يقطعها. الهجمة كانت منظمة ممتازة في بدايتها، ولكن في الآخر المنافس استخلص الكرة. كرة تقطع في نصف الميدان، ممكن يفكر بالتسديد من هنا. مهارات تكثر من رأي. تسديدة وكرة على الجول، تسديدة جيدة وقريبة، قريبة جدا من العارضة. بعد النجاح في اختراق الدفاع فشل في اختبار الحارس. اوه، قد يكون لدينا فرصة هنا. جوليان دراكسلر، انه باتجاه المرمى، تسديده وكره تمشي باتجاه المرمى، تسرع والكره في الزاويه. برادو القرن، تصدي القرن مش ممكن، هذا رايي، تصدي غير عادي من حارس غير اعتيادي. حذاري لعلها الفرصه، تصويبه على المرمى، محاوله وتسديده لكن خرجت اوت. من أجمل التمريرات التي شاهدت. اعتراض جيد والكرة معهم، ماذا سيفعلون؟ دي ماريا، محاولة للهجوم، لقد ذهب. إديسون كافاني، هدف رائع، هدف مجنون يهز الشباك. كورة ولا أجمل، أي وثيقة يا ولد، أي فن يا ولد، أي مهارة يا ولد. أكيد لدينا فرصة هنا، الاستسلام ضريبة غير موجودة في قاموسه. يستعيد الكرة مرة ثانية، المدافع يتألق، حقيقة هو رجل مباراة الليلة. إديسون كافاني يتحكم بالكرة بشكل جيد على أرض الملعب. أوندوس كانت تحلو الكرة وترجع، تسديد على المرمى، فرصة ضاعت. Thank you.
اظنش بالشكل ده في بداله. كره بدون موجب فاول حقيقه يخرج عليه ورقه حمراء مجانيه، سامحني في العباره عبد الله، كانه غباء او سذاجه من المدافع. لا لا، هي سذاجه فعلا زميلي عصام ان تحصل على بطاقه حمراء من مثل هذه المنطقه. الهجمه كانت منظمه ممتازه جدا، لكن في الاخير خسر الكره. سلسله من المراوغات يمر حتى يوصل منطقه جيده للتسديد. كره يتصدى للحارس مع التسديده كانت خطيره نسبيا. أكيد الهجمة واعدة. ماركو فيراتي. كرة عرضية نحو إيدي، محاولة التسديد من كرة أروع، وجدت الأروع، ارفع القبة على الجول كيبر. التاكل في رأيي كان على الكرة، ما كانش على سيق اللاعب، ظلموا شوي الحكم. زميلي عصام، بعض الحكام تتساءل أين بطاقاته، وبعض الحكام تياغو موتا. عبد الله مهاجمنا نعرفوه في هذه الكرة الراسية، يعني افرح سجل هدف خلاص، لكن التوزيع ما كانتش موفقة اليوم، يعني صعيبة شوية كانت عليه. مثل ما تعرف مهاجمك انه حينما تصل الكرات إلى راسيات افرح وسجل، فأعتقد حتى اللي نفذ الكرة العرضية تعودناه ضع راسك وتسجل. لا زال الامتلاك بالكرة إلى الأمام، مسافة طويلة يقطعها. تياغو موتا. دي ماريا ممكن يفكر بالتسديد من هنا. اعتراض في منطقة الوسط والكرة بحوزتهم. تحكم ممتاز في الكرة. كان بناء جيد جدا للكرة الأخيرة، ولكن فقدوا الكرة في النهاية. تياغو موتا. أوه، قد يكون لدينا فرصة هنا. خطأ، واعتقد أن الحكم سيتخذ إجراء تأديبي. إنذار موجود. قرار صحيح. حذاري لعلها الفرصة. يفشل اللاعب الخصم في المرور ليتحصل على الكرة، يفكها بطريقة ممتازة. قرار 100% صح، اوف سايد. ماركينوس. تركيز ممتاز من الدفاع. بليس ماتويدي. محاولة للهجوم. لحظات من الضبابية. اتفكت الكرة بسرعة، استعادها. حقيقة لاعب ذكي ولاعب تكتيكي، عارف كيف يعترض الكرة الأخيرة باش يفكها. هذا الفريق عنده قدرة غريبة على الصبر، شوف التمريرات المتواصلة، يستنى الثغرة للمرور. تصويبة على المرمى. ضربة ركنية. صفراء واضحة جدا. البطاقة في مكانها. راسية ممتازة. تصدي مدهش. ماركو فيراتي. أكيد لدينا فرصة هنا. البناء الهجومي ممتاز جدا. تسديدة وكورة تمشي باتجاه المرمى.
تمريره ولكن كره طويله وفتح اللعب على الاطراف. تياغو موتا حارس من اروع ما يكون، وتصدي ممتاز. تسديد على المرمى. يتحكم بالكرة بشكل جيد على أرض الملعب. كرة في حوزتهم، هل تغير هذه الكرة مجرد؟ اللاعب يسدد. تسديدة بجانب العارضة. ماركو فيراتي في انتظار الفرصة يتواصل التمرير. ماركو فيراتي والله ضربة قوية برشا، قريبة على العارضة. هو الدفاع لا زال متماسك. ماركو فيراتي سلسلة من المراوغات يمر حتى يوصل منطقة جيدة للتسديد. محاولة تسديدة قوية. سنة تحت كانت جول. هجمة خطيرة ودفاع ممتاز. القوة انه يستعيد الكرة ثاني مرة في لحظات. اكيد الهجمة واعدة. شوطة على المرمى. تمريرة رائعة وحركة ذكية. دي ماريا. إيدينسون كافاني. ماركو فيراتي. إيدينسون كافاني. مطلوب مفروض من الحكم يخرج ورقة بعد ما اعلن الفاول. عبد الله الان ممكن ملاحظه تفرض نفسها انه الفريق كانه صعبت عليه المباراه، ياسر يضرب كثير يضرب، يعني ورقه حمراء الان انذار والله يستر من الجاي. اننا ممكن ان تشهد بطاقه حمراء وليس انذار فقط، بل ممكن ان تشهد بطاقه حمراء ثانيه. لن احكم الان، خليني نشوف صوره الاعاده للتثبت من قرار الحكم في الورقه السابقه. بظني من الوهله الاولى الانذار في محله. دي ماريا. ها هم يحصلون على الكرة مجددا، كيف سيقلبون الأحداث الآن؟ تسديدة على المرمى. الحكم يزفر ضربة كورنر. هذا لاعب ممكن نقول بطل الحرب والسلام، يعني سجل هدف وفرح جمهوره والآن يخوف الفريق من خلال ورقة صفراء. ثاني ممكن تخرجوا ريد كارد، والان عليه ان يهدى يا عصام لان فقد صوابه مع البطاقه الصفراء، وعليه ان يهدى ليتجنب الورقه الحمراء. اوه قد يكون لدينا تصدي من حارس المرمى، الكره عنده.
يفشل اللاعب الخصم في المرور اللي يتحصل على الكرة يفكها بطريقة ممتازة. كرة تخرج تماس. تياغو موتا. لوكاس. ماركو فيراتي. حذاري لعلها الفرصة. محاولة تسديد. محاولة تضيع. بلاز ماتويدي. لازال الانطلاق بالكرة إلى الأمام. مسافة طويلة يقطعها. تركيز ممتاز من الدفاع. مازالت المحاولات متواصلة لإيجاد الثغرة. تسديدة غريبة. حقيقة لاعب ذكي ولاعب تكتيكي، عارف كيف يعترض الكرة الأخيرة باش يفكها. محاولة للهجوم. يفشل اللاعب الخصم في المرور اللي يتحصل على الكرة يفكها بطريقة ممتازة. لوكاس. كرة تقطع في نص الميدان. من هذه المسافة يحاول يسجل جول. ضربة ركنية. وضعية مناسبة والسانحة للتسديدة. شاهد كيف يمرر. إنه باتجاه المرمى. لوكاس. فرصة ضعف. دي ماريا. يفشل لوكاس. مذهل الفراد من الحارس. الكرة تتجاوز الخط. ضربة زاوية. تياغو سيلفا. تسلم ايديك، مش ممكن على الفراد. لحظات من الضبابية. اتفكت الكرة بسرعة، استعادها. الدفاع مركز وتقطع الكرة. دي ماريا. سلسلة من المراوغات يمر حتى يوصل منطقة جيدة للتسديد. بورتزاوا. الكرة الآن في حوزتهم الجديد في مجريات المباراة. يتحكم بالكرة بشكل جيد على أرض الملعب. نهائي.
خوفا عليه من ارتكاب هفوة ممكن تخرجه من المباراة بورقة حمراء. المدرب يعمل تبديل. اعتراض جيد والكرة معاهم. ماذا سيفعلون؟ بانتظار قرار الحكم صفرة وحمراء. انذار كان موجود. يستحق اللاعب. القوة انه يستعيد الكرة ثاني مرة في لحظات. تسديد على المرمى. فرصة ما زالت متاحة رغم تصدي الحارس. تسديدة وكرة تمشي في اتجاه المرمى. المباراة ستعود على ضربة المرمى. تياغو موتا. بليز ماتويدي. ممكن يفكر بالتسديد من هنا. لوكاس. يحتاج ديما الكرة خاصة. تسديد الكرة عن جول. تصدي رائع والكرة مازالت خطيرة. أكيد الهجمة واعدة. اعتراض الكرة بشكل من كرة أروع وجدت الأروع. ارفعوا القبة على الجول كيبر. كرة ممكن في أسبقية رأسه. ماذا يفعل حارس المرمى؟ هدية للأتاك. وحده منفرد. من المسافة يحاول يسجل جول. كرة بعيدة عن الزاوية. شوف من خلال هذا الجدول نظرة على مجموعة الركنيات. يبدل كرة براسه. محاولة بضربة راس ولكن لم تكن هي. نعم ما كان محظوظ لأن الكرة ما وصلت له بالطريقة المناسبة. أداء رجولي من لاعب مصاب يستحق مع التحية والإعجاب والنداء بإخراجه لابد يستجاب. تياغو موتا. دي ماريا. كأنهم يقدمون الكرة هدية للفريق الخصم. حذاري لعلها الفرصة. بامتياز الدفاع على هجوم لا يسجل. تمريرات قوية ثابتة في مكانها. مازالوا يبحثوا عن ثغرة لخلق الفرصة. لا زال الانطلاق بالكرة إلى الأمام. مسافة طويلة يقطعها. مفيش إمكانية تهرب من المنافس. عنده فريق رهيب. بليز ماتويدي. ما غير اضطراب مازال الاحتفاظ بالكرة. البحث. تسديدة وكرة في اتجاه الحارس. الله على التصدي. جول كيبر ولا أروع. سلسلة من المراوغات يمر حتى يوصل منطقة جيدة للتسديد.
قد يكون لدينا فرصة هنا. الهجمة كانت منظمة ممتازة في بدايتها، ولكن في الاخر المنافس استخلص الكرة. جوليان دراكسلر، هجوم سريع ودفاع اروع يقطع الكرة. اكيد لدينا فرصة هنا بكرة قدم جميلة. فريق واثق من نفسه في انتظار وجود الثغرة للانطلاق امام المرمى. كورتزاوا، التغطية ممتازة لتشكيل الهجوم. كرة كان ممكن ان تكون هدف لولا خروجها في اخر لحظة. كرة كانت سدت من بعيد. في انتظار الفرصة يتواصل التمرير. كورتزاوا، تياغو موتا، تبديل اتجاه اللعب كليا. الآن يأتي الدعم من زملاء الفريق. تعاود استعادة بطريقة سريعة. محاولة للهجوم، فرصة كبيرة للتعادل. جول! تعادل جول! كرة في الشباك، إصرار خيالي من الفريق الأقل حظ لعدم الاستسلام. هذه روح الكبار وروح الكبرياء. التعادل يسيطر من جديد في مباراة جميلة جدا. دي ماريا، اكيد الهجمة واعدة. صناعة لعب والكرة تضيع. هذه كرة مهمة جدا ليخلص بقية في السكور. تسلم يديك، كرة ممتازة في دين الحارس. لازم تويدي. ممكن يفكر بالتسديد من هنا. تمريرة مميزة. جميلة من المهاجم، لكن الأصل ضعيفة من دفاع. هاهم يحصلون على الكرة. ضربة في اتجاه المرمى. رد فعل سريع والمدافع يقطع الكرة في منطقة الخطر. يتحكم بالكرة بشكل جيد على أرض الملعب. تسديدة وكرة تمشي باتجاه المرمى. كرة جول! هدف التقدم للفريق اللي ولا واحد رشحه للفوز. جاوا من بعيد، جاوا من بعيد وكسبوا التحدي. نظرة أخرى للهدف من زاوية مختلفة. دي ماريا، حذاري لعلها الفرصة. الاحتفاظ بالكرة يحتاج إلى مزيد من الجهد. لازالوا يحتفظون بالكرة ويبحثون عن اختراق حقيقي للفتحة. تياغو موتا، كورة ما تعداش بعد دفاع رايع.
لازال الانطلاق بالكرة إلى الأمام، مسافة طويلة يقطعها. تصويبة كرة تسكر الشباك وجول جول جول جول. ممتاز اللعبة الأخيرة، ممتاز الفينيش والكرة في الشباك وتشتعل المدرجات. هدف يقرب من الانتصار. محلاه اللاعب لما يتغلب على نفسه وينجح في هز الشباك مرتين. دي ماريا، جوليان دراكسلر، دي ماريا. اوه قد يكون لدينا فرصة هنا، فرصة ممكن فيها تقليص الفارق. كرة تعلو الأخشاب، كرة بعيدة عن الخشبات الثلاث. آخر مباراة والنتيجة مباغتة جدا حقيقة. اليوم مفاجأة من العيار الثقيل، هذه من أكبر المفاجآت في الكرة. الفريق المرشح الآن خاسر والنتيجة في آخر دقائقها. أكيد يا عصام، ولا أحد فكر بذلك أن تكون النتيجة للفريق الأضعف. افتكاك ممتاز للكرة، والآن النحلة هجومية. تركيز مميز والدفاع يقطع الكرة. مواصلة الاحتفاظ بالكرة، ربما هو الانتظار لثغرة من أجل خلق فرص. لحظات من الضبابية، اتفكت الكرة بسرعة استعادها. اللاعب يسدد، الله على جمال الكرة والتسديدة، لكن القائم يقول لا. غراء ممتازة للعبة وكرة مقطوعة. وضعية مناسبة والسانحة للتسديدة. تسديدة وقوية كانت لك فوق العارضة. محاولة للهجوم. لوكاس. لعب مميز. الفريق يواصل هجوم. فرصة حقيقية لتقليص النتيجة. جولاتو 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 جول جول جول. هدف مضل من لاعب مضل. الله على هذا الهدف. أعتقد عبد الله أنه ليس مفاجئا أن يسجلوا هدف، لأنه كان هو الفريق الأفضل في المباراة. أبدا، بل أنهم استطاعوا أن يتغلبوا على المشكلة النفسية في ضياع الفرص من خلال هذا الهدف. مباراة رائعة والشو هجومي، كرنفال هجومي من على التراس. أكيد الهجمة واعدة. شوطة على المرمى، فرصة وكرة برا. كرة مقطوعة بعد أن توقعها صح. ضربة في اتجاه المرمى، كرة في المرمى وجول. لا أجمل ولا أحلى من هذه، كرة تعلق الشبكة. أي مهارة يا ولد. الفارق يتسع من جديد لصالحهم. لقاء كان مفتوح حقيقة، شكل هجومي مشرف جدا، أهداف بالجملة من الفريقين. الكنترول كان سيء وبالتالي ضيع الكرة منه. سلسلة من المراوغات يمر حتى يوصل منطقة جيدة للتسديد. يفشل اللاعب الخصم في المرور، اللي يتحصل على الكرة يفكها بطريقة ممتازة. جوليان دراكسلر، لوكاس ممكن يفكر بالتسديد من هنا. دي ماريا، من مخالفة من موقع مناسب ممكن نختبر مهاراتهم الفنية. أظن الاندفاع البدني هو النقطة المسيطرة على هذا الجزء من المباراة، لأنه حسب الجدول برشا فاولات. حسب الجدول هناك كثير مخالفات زميلي عصام، لكن
لم نرى اندفاع بدني في المواجهة، باعتقادي الرعونة من بعض اللاعبين هي سبب كثرة المخالفات. التسديدة لم تكن موافقة، وكرة في البرة أو ضربة مرمى. لازم تويدي. صعب جدا الآن استخلاص الكرة من المنافس. الفريق بشكل ممتاز في بناء هجماته. أنخيل دي ماريا مش ممكن كيف بعدها، مش ممكن كيف نجح في صدها. تتوالى الركنيات. ركنية ممتازة يخرج ياخذها الحارس. الحكم يصفر مخالف. اوه قد يكون لدينا فرصة هنا. القوة أنه يستعيد الكرة ثاني مرة في لحظات. تم اعتراض الكرة في وسط الملعب. لازال الانطلاق بالكرة إلى الأمام، مسافة طويلة يقطعها. كرة سليمة على حارس المرمى، ستعود من 6 أمتار. تمريرة ضعيفة برشا، وبالتالي الكرة في حوزة الفريق الخصم. كرة تخرج برا الأمان، ستعود من 6 أمتار. كان بناج جيد جدا للكرة الأخيرة، ولكن فقدوا الكرة في النهاية. بلاس ماتويدي. أظن أن جماهير الفريق المضيف كانت صامتة طوال مجريات المباراة. ما الذي جرى؟ لكن نقول اللي جرى أن الفريق الخصم سيطر على أطوار الماتش. بالفعل الفريق المضيف لم يقدم كرة قدم حقيقية، وتفوق الخصم عليهم طوال الوقت، لذلك أعتقد أن هذا السبب الرئيسي لصمت الجماهير الآن. لوكاس من هذه المسافة يحاول يسجل جول. ما زالوا متأخرين في السكور، لكن العزيمة رجعت. هذا هدف الثاني في المباراة، ولا واحد ممكن يوقفه. نظرة أخرى للهدف من زاوية مختلفة. سامحوني في العبارة، كما نقول دائما شبع أهداف اليوم، شبع أهداف. برافو الفريقين. تياغو موتا أكيد لدينا فرصة هنا. مواصلة الاحتفاظ بالكرة، ربما هو الانتظار لثغرة من أجل خلق فرص. الحارس ينجن وينزل للأتاك، حقيقة شيء مذهل. ها هم يحصلون على الكرة مجددا، كيف سيقلبون الأحداث الآن؟ آخر الوقت واستخلاص لكرة ممتازة.
لوكاس تياغو موتا. اكيد الهجمه واعده. الكره برا ضربه مرمى. يفشل اللاعب الخصم في المرور اللي تحصل على الكره يفكها بطريقه ممتازه. تسديده وكره باتجاه الحارس. واضح هذا التسلل اللاعب ركض في وقت مبكر. اوف سايد موجود. حذاري لعلها الفرصه. شوف الانتلاف. كورنر مهم جدا باخر المباراه. سلسلة من المراوغات يمر حتى يوصل منطقة جيدة للتسديد. قطع الكرة في مكان مناسب. لوكاس محاولة للهجوم. اللاعب الخصم في المرور اللي يتحصل على الكره يفكها بطريقه ممتازه. في لحظات حرجه جدا من عمر المباراه كره تقطع بشكل جيد. يتحكم بالكره بشكل جيد على ارض الملعب. في وقت صعب من زمن المباراة استخلاص كورة بدون فاول ممتاز. ممكن يفكر بالتسديد من هنا. يفشل اللاعب الخصم في المرور اللي يتحصل على الكورة يفكها بطريقة ممتازة. في الهجمة الأخيرة هل يتحقق هدف التعادل؟ هجمة خطيرة ودفاع ممتاز. تسديدة وكرة على الجول. استعادة الكرة على الجناح. يفشل اللاعب الخصم في المرور اللي يتحصل على الكرة يفكها بطريقة ممتازة. أوه قد يكون لدينا فرصة هنا. دي ماريا ملا هجوم. لقد ذهب أنخيل دي ماريا. محاولة التسديد. كورة كانت بعيدة عن المرمى. تفويت الفرصة بهذا الشكل ومن مثل هذا المكان أمر لا يمكن قبوله على الإطلاق. ما الفائدة من هذه المباراة الودية بقطع النظر عن النتيجة؟ يوم الفريق شفناه كان خسر، لكن أي منحة ممكن وأي استفادة من هذه الماتشات الودية الفرندلي؟ الوقوف على إمكانيات اللاعبين، الوقوف على الخطط التكتيكية إن كان هؤلاء اللاعبين قادرين بإمكانياتهم على تنفيذها. هذه كلها فوائد من المباريات الودية. ما كان يحول. فرصة كبيرة للتعادل.
تسديده والكره تمشي باتجاه المرمى. لا زال الامتلاك بالكره الى الامام، مسافه طويله يقطعها، تصويبه على المرمى. لعب مميز، الفريق يواصل هجومه، فرصة حقيقية لتحديث النتيجة. ضربة في اتجاه المرمى. لوكاس من هذه المسافة لعب مميز، الفريق يواصل هجومه، فرصة حقيقية لتحديث النتيجة. ضربة في اتجاه المرمى. لوكاس من هذه المسافة لعب مميز، الفريق يواصل هجومه، فرصة حقيقية لتحديث النتيجة. ضربة في اتجاه المرمى. لوكاس من هذه المسافة